السلام عليكم. كنشكر بعد هذا الزي سيتي بعد على هذا الشيء اللي كيجي المهم كيشوف هذا الشيء ديال الفلاحه وهذا وكيصور بعد. المهم انا هو الفلاح اللي كما شفتوا راكم كنت جيت هنايا وشفتوا شاهدتوا اللي كانت وقعت لي هذيك الكارثه في هذيك الداليه ديال البرغوله اللي كانت طاحت لي. وكما كتشوفوا دابا هاي الامور الحمد لله راها مزيانه مليح. كنشكروا بعدا الجمعيه الافاق اللي كتهتم بالفلاح ودرك دابا هما راهم خدامين ودايرين مع المجهود وخدمه ان شاء الله احسن 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 من كانت في الاول، لانه الخدمه في الاول كانت مغشوشه وداروها طريقه غير عشوائيه وداك الشيء ما كانش بالعبار والسلك كان ماشي دوريجين كان كيتصدى وهذا. ودابا كما كتشوفوها هو الخدمه مليح والقادوس ديال الكارفانيزي في الكادر والخدمه في الارض بالبيطون وبالحجره وكنوصي خوتي الفلاحه اللي بحالي كنوصيهم لانه حنا ما عندناش وكيطمعك شي واحد بالكريدي وهذا وكيبقى يدير لك واحد الخدمه كتبقى تشطر اولا كيمشي كيبقى كيطمعك بالكريدي كيقول لك غادي نعطيك الكريدي كما دار لي انايا وانت ما كتفهمش معاه لانه كيغوك غير كتقول انه غادي ندير الداليه وغادي نربح فيها وهذا. ما يتشطروش ويوقفوا على الخدمه ديالهم مزيان وما يتشطروش ويديروا خدمه مزيان ويشجعوا هذه الجمعيه، لانه هذه الجمعيه خصهم يشجعوها الفلاحه، خصهم في الانخراط وفي كل شيء خصهم يشجعوها مزيان مزيان مزيان، لانه هذه الجمعيه انايا ساعدتني بزاف 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 ساعدتني بزاف.